أما هلأ نيرمين رح نضوي على مساحة كتير مهمة للإناث ولمرض شائع نسمع فيه كتير، تكيس المبايض. شو هو هذا المرض وشو هنن الأعمار اللي ممكن يصيب تنصاب فيهن الأنثى؟ بيقولوا بين 18 علمياً بين 18 سنة وال 44 سنة، وطبعاً له تأثيرات كتير سلبية إن كان على الإنجاب على تأخر الإنجاب، وبتختلف من طبيعة جسم للتانية. صحيح رشا، ودراسات كثير طلعت على هذا الموضوع وبعدها عم تطلع نتيجة انه هذا المرض هو من اكثر الامراض شيوعا لدى النساء. لنتعرف اكثر على هذا المرض، شو اعراضه وطرق العلاج والوقاية ان امكن، اكيد بيسعدنا نرحب بالدكتورة سارة ابراهيم وهي اختصاصية بالامراض النسائية. يسعد صباحك. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. بداية مثل ما ذكرنا نحن عم نحكي على مصطلح هو شائع كثير بين النساء وكثير عم تيجيكم حالات تكيس المبايض، خلينا نشرح علميا وطبيا شو يعني تكيس مبايض. هلا متلازمة المبيض متعدد الكيسات او البي سي او هي متلازمة، يعني مجموعة من الاعراض بتتظاهر عند السيدات بسن النشاط التناسلي. بتبلش باعراض فرط الاندروجين، بنلاحظ انه السيدة في عندها عد حب شباب يعني او في شعر زياده بجسمها. كمان العرض الثاني هو تباعد الطموس، الدورات اللايباضيه بيكون في عندها خربطه بدورتها. كمان الاكبر شوي رح يشكو من تاخر بالانجاب او العقم. اغلب المريضات كمان رح يكون عندهم بدانه واهبه للداء السكري. هلا تشخيص المرض بيتم عن طريق معايير روتردام يلي هي 2 من 3، الاول مثل ما قلنا تباعد الطموس ودورات اللايباضيه، الثاني هو اعراض فرط الاندروجين سواء سريريا مثل ما حكينا الحب الشباب الشعرانيه بالجسم، او مخبريا بيكون عندها ارتفاع بالتستوستيرون الحر بالدم. الثالث بقى هو باختصاصنا بالايكو مشخصه، بيكون في منظر المبايض في عليهم جريبات محيطيه اكثر من 12 جريب بكل مبيض، بيتوزعوا بمحيط المبيض بنسميه منظر عقد اللؤلؤ، او بيكون حجم المبيض اكثر من 10 سنتيمتر مكعب. فهي هي متلازمه المبيض متعدد الكيسات. طيب دكتوره، كونه عرفناها مع حضرتك للمتلازمه، خلينا نعرف شو اسباب الاصابه بهي المتلازمه، خصوصا انه مثل ما ذكرنا بالبدايه هي من اكثر الامراض شيوعا بين النساء. هلا الاسباب كثير، دراسات اجريت لحتى يعرفوا شو سبب الاصابه بمتلازمه المبيض متعدد الكيسات. الاكثر انه اتهموا الاندروجين، فرط الاندروجين الجائل الحر الجائل بالدم هو سبب لهي المتلازمه، لانه لاحظوا اغلب النساء المصابين بمتلازمه البي سي او كان عندهم ارتفاع بالتستوستيرون الحر الجائل بالدم. طبعا الاندروجين شو رح ياثر؟ رح بياثر على الجريبات بالنبيض، رح يعمل رتق للجريبات يعني عدم تطور للاجربه، وبالتالي دورات رح بتكون لا اباضيه وهذا بياثر على خط العقم واضطرابات الدوره. كمان فرط الاندروجين الحر الجائل بالدم رح بياثر مثل ما قلنا، رح تظهر عندها اعراض ذكوريه يعني الشعر زائد بالجسم حب الشباب، حتى الصلع الذكري بتلاحظ النساء بيشكون في تساقط بشعرها. ممكن ياثر على الحبال الصوتيه كمان اذا كان، هلا اذا حالات الهرمون شديده لا هون بنفوت بشيء ثاني اسمه الترجل. هي بتكون امراض ثانيه ممكن من الكظر او اورام المبيض، مو المبيض متعدد الكيسات، شيء اخطر منه. طيب خلينا نحكي بالاثار السلبيه، ودائما نحن بنقول الوقايه خير من العلاج. عم نحكي اليوم على موضوع هو جوهري بالنسبه للانثى وهي الحمل والولاده الامومه بالنهايه. طبعا. يعني كثير بنسمع انه هذا المرض ممكن ياثر بتاخر الانجاب. صح. وفي حال ما تم العلاج بالوقت المحدد ممكن يودي للعقم. تماما. هلا البي سي او هو بيكون سبب 80% من الدورات اللايباضيه، يعني اغلب الدورات اللايباضيه عم بيكون سبب البي سي او. كمان مرضى العقم ثلث الحالات منهم كان سببهم البي سي او. طبعا هو ما له سبب خطير وسبب قابل للعلاج، لهيك نحن ما بنتشائم منه، بالعكس في كثير خطوط علاجيه بتبلش بالخط الاول. هو اذا كانت السيده بدينه بننصحها بانقاص الوزن، لانه البدانه كثير عم بتاثر سواء على استجابه المريضه للعلاج او انه هي رح تعمل لها ايضا مقاومه للعلاج. الخط الثاني هو كان تحريض الاباضه. طبعا تحريض الاباضه في عندنا نوعين من الادويه، الكلوميفين سيترات، والثاني هو الاروماتاز انهبيتر او الليتروزول. هون عم نحكي عن كورتيزون، هون عم نحكي عن تحريض الاباضه عن طريق الكلوميفين سيترات او الليتروزول. يمكن ماده الكورتيزون هو يعني، لا ما له علاقه بعيدا، لا بعيد تماما عنه. فهذا الخط الثاني، نحن ممكن نستمر 6 شهور نحرض المريضه، اذا ما استجابت بنعتبر فشل هذا الخط العلاجي وننتقل للخط الثالث يلي هو الاوفيريان دريلينج او تسقيب المبايض، وهي عمليه بتتم عبر التنظير، تخدير عام يعني مريضه، تنظير وتسقيب للمبايض. اثارها كثير منيحه انه بتحسن فرص الانجاب لمده 6 ل 18 شهر بعد العمليه، بنعتبر انه هي فرصتها احسن.
إذا تجاوزت هي المدة وما استجابت المريضة فبدنا ننتقل للخط الرابع والأخير اللي هو طفل الأنبوب أو الـ IVF تماما. طيب خلينا نحكي مع حضرتك عن أكثر الإناث عرضة للإصابة بهذا المرض، تصنيفات المرض، يمكن بعد هي الفترة الزمنية وكثرة الإصابة صار في تصنيفات معينة، خلينا نحكي عنها. هلأ النساء الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات هن النساء البدينات مثل ما حكينا، لأنه البدانة بتأهب لهذا الشيء. أيضا النساء اللي عندهم قصة عائلية، يعني مثلا إما أختها خالتها عمتها عندها هي القصة ممكن كمان تكون مصابة. هلا في عروق معينه كمان اكثر عرضه، بنقول حوض المتوسط اكثر عرضه من العرق القوقازي مثلا، تمام؟ او عم نحكي اليوم هون العرض كحوض يعني بشكل يعني خارجي، يعني ميديتيريان بنقول هدول اكثر عرضه. نحن عندنا اهبه اكثر لفرط الاندروجين وبالتالي متلازمه المبيض متعدد الكيسات. ايضا المريضات اللي عندهم داء السكري كمان هنون اكثر اهبه، المريضات اللي عندهم مشاكل بالغده الدرقيه كمان هنون اكثر اهبه، وبشكل عام النساء بسن النشاط التناسلي يعني الصغيرات بالعمر هنون اكثر عرضه للاهبه للمتلازمه البي سي او. طيب خلينا نحكي اليوم في كثير صبايا بيروحوا لعند الطبيب او الطبيبه على الايكو بيتم تشخيص انه في جريبات، في اكياس موجوده حول الرحم، البنت بتكون يعني لسه ما نامت زوجها فبيدخل بخطه العلاج تنظيم تمام. اللي بهون ممكن الام او البنت تخاف انه انا ما بدي فوت بهذا العلاج، يعني خليني على شيء اسلم كوني ماني متزوجه، بخافوا من الموضوع. فخلينا نصحح اليوم كم شائعه، هل هو بسبب العقم الحب؟ لا اكيد لا، اكيد لا. ليش كثير شائعه هاي القصه؟ يعني انه لا تاخذي بصير معك عقم فيما بعد، ما وخالتها بيكونوا عائلين؟ لا هو اكيد ما بيسبب العقم، وبالعكس هلا بدنا نحكي على فكره انه العلاج ضروري ما هو بس للناحيه الجماليه. هلا نحن الصبايا الصغيرات بيجونا اكثر بشكوى انه الشعر الزايد الحب وهيك، فلما بنشخصها على الايكو ومنتاكد انه هي بي سي او مفروض تتعالج. بنبلش بالخط الاول للعلاج مثل ما قلنا انقاص الوزن اذا كانت بدينه، الخط الثاني مثل عم تحكي حبوب منع الحمل المركبه. طبعا اي نوع منها هو مفيد، والاحسن الانواع اللي بيكون فيها الشق البروجستروني معاكس الاندروجين، يعني اللي بيكون فيه سيبريتيرون اسيتات او دروسبينون، هدول بيكونوا بيعطوا فعاليه اكثر. بس بدنا ننبه الصبيه انه بدها 6 شهور تقريبا لحتى تحس بالفرق، لانه دوره حياه الشعره بتاخذ هيك. هلا عبين ما تحس انه خف الشعر بجسمها، انه خف الحب بوشها، بدها تلتزم بالكورس العلاجي اللي هو 6 شهور. تمام. طيب دكتوره خلينا نحكي مع حضرتك عن النظام الغذائي، قديش بياثر على الاصابه بهذا المرض وايضا عمليه الشفاء. تماما. هلا النظام الغذائي مثل ما حكينا البدانه كانت كثير سبب للمتلازمه البي سي او، واكثر من نص المصابات بالبي سي او هن نساء بدينات، واكثر نمط من البدانه هي اللي عم تكون متوضعه بالبطن. فنحن بنقول انه النظام الغذائي اللي بيعتمد على الالياف والخضار ناقص السكر ناقص الدسم هو الافضل للنساء لحتى يوقوا حالهم من الاصابه او لحتى يخففوا من اعراض هي الاصابه بالبي سي او. كمان بنركز على فكره الرياضه وانه اكسرسايز يكون عنده على القليله 30 دقيقه يوميا ولو كان مشي. في حدا عم يتقيد بهذا الوقت؟ لازم على القليل اختي ضمن البيت تتمشى شوي، روح وتعالي روح وتجي، يعني بتخفف كثير من هي الاعراض. وكمان بدي اقول فكره انه انقاص الوزن 7% من الوزن بتحسن 75% انها تحسن فرص الانجاب وتحسن اعراض فرط الاندروجين، يعني اذا كان وزنها 80 كيلو نقصت 6 كيلو منهم هي كثير عم بتحسن فرصها بالانجاب. صحيح. وعم بتحسن من اعراض فرط الاندروجين. ما هو يعني بتروحي لعند الدكتور اذا كان في وزن زايد حتى لو ما كان في تكيس مبايض او ما بتعاني مشي مجرد هيك انه في تاخير بالحمل بيقول لك نزلي وزنك، قديش اليوم مرتبطه هي القصه بموضوع كتير. هرمونات الجسم يعني كثير بياثر، لانه دائما البدانه مرتبطه بمقاومه الانسولين، ومقاومه الانسولين رح تعمل لك صعوبه حتى على الاستجابه على ادويه التحريض اذا انا بدي احرض المريضه. تمام. وهي رح تعمل منع للاباضه العفويه. فالافضل الخط الاول مثل ما حكينا دائما بكل العلاج هو انقاص الوزن في حال كانت بدينه. هلا اللي ما بيكونوا بدينات في احيان رح يفات مصابات بهذا المرض، لا هون بدنا نتفورا نتوجه على الخطوط الثانيه للعلاج. تمام. دكتورة مثل كل الأمراض يمكن يصير في أخطاء شائعة سواء بالتشخيص أو بالعلاج، خصوصاً عن مرض مثل ما أنه هو شائع، يعني تمام. في نسبة معينة من الإناث بمحيطنا مصابين بهذا المرض. مزبوط. خلينا نحكي عن أبرز هي الأخطاء الشائعة.
هلا الاخطاء الشائعه، اول شيء اول خطا كثير مهم انه بشخصوه بعمر مبكر. هلا الفكره اول سنتين بعد البلوغ ما بصير نشخص متلازمه المبيض متعدد الكيسات، لانه اغلب الفتيات الصغار تعي صوريهم ايكو رح يكون عندهم هذا المنظر بعد البلوغ، فنحن من اخر تشخيصه لبعد بعد سنتين من البلوغ، واغلب الصبايا اول سنتين رح يكون عندهم خربطه بالدوره، هذا بيكون عدم نضج المحور، بنقول محور الهرمونات، فممنوع ابدا انه شخص على بكير ونفوت الصبي بعمر صغير بالادويه وعلاج الهرموني. استمرت بعد السنتين هي الخربطه، ممكن وقتها بلش اني اضطر اعالجها اذا كانت عندها الاعراض الشديده. الخط الثاني انه في كثير بنات بيتجاهلوا الموضوع وما بيعالجوا. الفكره انه هذا المرض اذا انترك بلا علاج رح يعمل اعراض واختلاطات على المدى البعيد، يلي هي ممكن يعمل امراض قلبيه، بيؤهب للداء السكري مثل ما حكينا. طبعا يعني في كثير اشياء ما لازم نتجاهلها، لازم نعالج هذا المرض. تمام، مثل ما قلنا رح ياثر على الخصوبه عندها، هي اهم شيء دائما نحن بنحكي بهي القصه. ولكن في عندك حالات بترجع الحالة حتى بعد الشفاء التام؟ صح. طبيا صح هذا الكلام؟ صح، لانه هو مرض مزمن، بنقول مزمن يعني هو العلاج بس رح يخفف الاعراض. نحن مثل ما قلنا عم نركز على شكوى المريضه، في حال كانت صغيره وعم تشتكي من حب الشباب والشعر رح نعالجها مثل ما قلنا موانع الحمل الفموي المركبه اللي رح تخفف الهرمونات. طبعا الحل النهائي للشعر هو الليزر، هي بحال كانت هذا الشكوى. الكبيرات اللي عم يشتكوا من مشاكل الامومه، فمثل ما قلنا بدنا نحرض اباضه، والمهم نحسب الاخير على طفل سليم، بس هي مشكله مزمنه طبعا مش انه بترجع يعني، بس المهم انه نسيطر شوي على الاعراض. طيب بس بدي اسالك على حب، خلينا نقول ضبط السكري الميتفورال او السلوفاج بعياراته كان 500 او 1000، اليوم عم نشوف هجمه عليه بشكل كثير كبير لغير مرضى السكري، بعيدا عنا نحن بوارد مرضى السكري، هو ضمن خطه العلاج؟ هو ضمن خطه علاج البي سي او وضمن خطه علاج التنحيف. اليوم في شائعه كثير عم تقول انه نحن الصبايا اللي عم ياخذوه حياثر عليه بشكل سلبي فيما بعد، فاليوم هيك من وجودك بدنا نصحح هي المعلومه. هلا الفكره انه ما بينأخذ عند صبي نحيفه مثلا، يعني لازم يكون عنده مقاومه للانسولين بجسمه البدينات مثلا، لانه اذا اخذ مثل انا بشكل اعتباطي طبعا له اثار جانبيه بنقص فيتامين بي 12 بالجسم. فالفكره ما بصير اي حدا ياخده بشكل اعتباطي، يفضل انه يعني دكتورته تكون وصفت لها اياه انه هي شافت انه بحاجه هذا العلاج، اكيد ما تجي لحالها تاخده من الصيدليه. لا انا ضد هي الفكره، بس هو طبعا بيدخل ببروتوكول العلاج البي سي او، بيدخل سواء مع التحريض بحال التاثير على الخصوبه او مع بحال السيطره على فتره الاندروجين مع حبوب منع الحمل المركبه، بيدخل الميتفورمين تماما. دكتورة كثير عم نسمع عن مصطلح مقاومة الأنسولين، حضرتك ذكرتي، وخصوصا أطباء التغذية على السوشيال ميديا على الإنستغرام دائما هيك بينزلوا وصفات إنه أو كيف تعرف حالك أنت مصاب بمقاومة الأنسولين ولا لا. خلينا نحكي كيف ممكن الشخص يلاحظ على حاله إنه معه هي الحالة. هلا مقاومة الأنسولين هي بده تشخص بيكون فرط سكر الدم الصباحي، تمام، أو اختبار تحمل السكر بيكون عنده مش ارتفاع بالسكر، تمام، يعني هو مرحلة مبكرة للداء السكري. بتلاحظ على حالها إنه مثلا ما عم تنحف رغم إنها ما كثير عم تاكل، أو مثل ما قلنا الأعراض فرط الأندروجين، لأنه الأنسولين رح يتداخل مع الأندروجينات ورح يرفعه. هيك ممكن السيدة تلاحظ. ممكن كمان طبيعة الجسم بتأثر بهذا الموضوع، طبيعة يعني الجسم والوراثة كمان مثل الوراثة يعني الوراثة يعني الوراثي دائما للأنثى من جهة خلينا نقول خالي أو عمي. لا ما دخل، ما دخل أصلا. في بعض الأمراض بيقولوا لا بيروحوا لجهة العمات أكثر، يعني بيكون قابل للوراثات أقوى. أقوى لا نحن بنقول القرابة الدرجة الثانية اللي هي العمات أو الخالات. تمام. طيب في شيء نظام غذائي اليوم نحن قادرين نعتمده؟ ايه هلا الاكيد هو اللو كارب، يعني تخفيض السكر بالنظام منخفض السكر، او ناخذ السكريات اللي مانا سريعه، تمام، ومعتمد على الالياف، الخضار، الفواكه، كمان نقص دسم، مثل ما قلنا مترافق مع الاكسرسايز، يعني مع مثل ما قلنا الرياضه ولو كانت مشي 30 دقيقه باليوم. تمام. طيب بالختام خلينا ناخذ نصائح اخيره من حضرتك او اي نقطه بتحبي تضوي عليها ونحن ما ذكرناها بما يخص هذا المرض. اوكي، انا بنصح اي صبيه بتحس انه في عندها خربطه بالدوره، عندها مشاكل مثل ما قلنا اعراض فرط الاندروجين، شعرانيه، حب، انها ما تطنش على الموضوع، يعني تشوف طبيبتها لحتى نشوف في عندها متلازمه البي سي او او لا، لانه مثل ما قلنا هي علاجها ممكن وعلاجها ضروري مثل ما قلنا مشان نحمي حالنا بعدين من الاصابه بامراض مثل امراض القلب والسكري، حتى فرط تصنع باطن الرحم وادينوكارسينوما باطن الرحم. كمان بنصح مثل ما قلنا بالحميه والدايت المنخفض السكر والاكسرسايز مثل ما اتفقنا. حمية والرياضة، يمكن بالرياضة والحمية نحن قادرين نبعد عن أمراض كثير بحياتنا، ودائما نحن بنقول هدول خطوات صحيا أفضل من رحلة علاج شاقة على المريض إن كان أو على الطبيب. بنشكر وجودك لليوم، والصحة والسلامة لكل حدا عم بيشوفنا أكيد. شكرا صبايا، أهلا فيك. شكرا كثير لك دكتورة. شكرا.